التواصل مستمر وشوطنا العاشر ضمن أشواطنا المفتوحة في هذا الصباح، والخمسة كيلومترات هي الحاضرة، وهذا الشوط الخاص بالجعدان على بركة الله أعلنت هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة. أذكر بالتوقيت الأفضل في هذا الصباح، هناك مع مزايا صاحبة أول أشواط هذا اليوم من هجن العاصفة التابعة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، حيث قطعت مسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 26 ثانية و46 جزءا من ثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتهانية لمضمر هجن العاصفة الواثق حمد بن راشد بن غدير. على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا العاشر ونسير مع هذه الأسماء نخبة من الأصايل الجعدان القادمة للمشاركة في هذا المهرجان الغالي. أسير إلى المقدمة والصدارة، المركز الأول، هنا يصل القحيدي من هجن الشيحانية، هنا يتواصل في هذه اللحظات يتواجد سالم بفاران المري في عملية التضمير والتدريب. أيضا يأتي هناك الشقب، يصل في هذه اللحظات أو الشقب يأتي من هجن الشيحانية حمد بن علي بن حلفان في عملية التضمير والتدريب. هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة متواصلة في هذا الصباح مع مصيحان وسهيل بن الدري الفلاحي، وصل في هذه اللحظات الوصول من الوعد، تدخلات من الوعد أيضا بشعار هجن الشيحانية. من يتواجد الذهبي؟ سالم بن فاران هنا يقدم هذه الانطلاقة، بينما المركز الخامس ياتي شعار هجن الرئاسة مع مليح من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتواجد سلهود. هناك مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي المميز، من يقدم هنا هذا التميز في هذا الصباح؟ إذا هنا التنافس القوي، التحدي المثير في عاشر أشواط هذا اليوم. أعود إلى صدارة، أعود إلى المركز الأول، ياتي هناك الشقب في المركز الأول، الشقب في المركز الأول من هجن الشيحانية حمد بن علي بن حلفان يتواجد في هذه اللحظات، مبدع المضمرين يقدم هذه الانطلاقة، ولكن شعار هجن الرئاسة يتواصل. هناك مع مصيحان سهيل بن الدري الفلاحي أحد خبرائي، أيضا أحد خبرائي التضمير، من ينضم مع هذه المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الرئاسة، يتواصل في هذا التألق الرائع والجميل. الوعب الوعب الوعب، من يأتي الوعب هنا من هجن الشيحانية ليتواجد الذهبي؟ سالم بن فاران المر، يا سلام، هنا الدخول، هنا الانطلاق، هنا من عالي من هجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي الفيلسوف رجل الخطوط النهائية، من لقب بهذا اللقب، ولكن يتواصل مع عالي علو وشموخ بهذا الشعار وتألق كبير ونجومية رائعة من خلال تواجد هذا البطل، من يقدم شعار هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. من يتواصل عالي في المركز الأول؟ هنا يأتي بشعار هجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي، من يتابع هذا الانطلاق؟ من ينطلق مع المركز الأول؟ النقلة مباشرة مع هياض، وصل هياض في المركز الثاني من هجن الشيحانية محمد بن خالد العطية، ما شاء الله، الله 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 الله، المركز الثالث، الوعب 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 من هجن الشيحانية سالم بن فاران الذهبي ينطلق هنا ويقدم هذا الانطلاق الرائع. المركز الرابع،
الفني يتواصل في هذه اللحظات مصيحان من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يتواجد سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن الدخول في هذه اللحظات من القادم، من المنطلق هناك، وصل أيضا الشقب، وصل لسمو الشيخ لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد الثاني، فهد بن سالم بن مسعود المري. من يتابع هذا الانطلاق؟ العودة إلى عالي في المركز الأول، أيضا من هجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. يا سلام، أحمد بن مايد الخيالي يتواجد في المركز الأول. المركز الثاني، الوصول هناك من هياط، من هجن الشيحانية، محمد بن خالد العطية المشاغب في الميدان يتواجد هنا بهذا الأداء الرائع. الوصول في هذه اللحظات، وصل الظافر يقدم نسناد من هجن الرئاسة، يتواصل في هذا الانطلاق الرائع. هنا يقدم لنا نسناد المركز الرابع. الله أول ندى للريان من هجن الشحانية، العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت الأسماء التي نترقبها. الله ليصل في هذه اللحظات مشاهدين الأعزاء، متابعين الكرام، عشاق من هجن زعبيل. يا مرحبا بهجن زعبيل، ويا مرحبا بالشيخ مكتوب بهذا الحضور الرائع والمتابعة الرائعة. ما شاء الله، هكذا هو الانطلاق، هكذا هي الأمتار المجنونة. الكيلو متر الأخير، دخلنا أجواء عالي من هجن الرئاسة، أحمد بن مايد الخيلي، هناك هياط من هجن الشيحانية، يتواصل محمد بن خالد العطية، وهنا أيضا يأتي نسلان من هجن الرئاسة علي بن يميل الوهيبي. الله، الريان تحرك، الريان انطلق، عشاق القادم هناك أيضا في هذه اللحظات مليح، ولكن الله يا هناك الريان من يتواصل، الريان من ينطلق من هجن الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق، ولكن عشاق بدأ يعشق المركز الأول، من هجن زعبيل تنطلق هناك. يا سلام هجن زعبيل من تأتي في المركز الأول مع عشاق هجن زعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يتواصل في هذه اللحظة. إذن هنا مشاهدي الأعزاء، هجن زعبيل التابع لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد، لله يدرك على هذا الأداء الرائع. تهانينا من الأعماق، وأنا من الباس وإلى سموه هنا المتابع، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. عشاق من عشق المركز الأول، تهانينا لهجن زعبيل المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، لك التحية يا بن مروشد على هذا الفوز والانتصار. إذا هناك مشاهدين الأعزاء، المركز الثاني كان دخول رائع وجميل من أيضا مليح من هجن الرئاسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. المركز الثاني، الثالث ريان من هجن الشحانية، المركز الرابع وصل في رابع المراكز مروض من هجن العاصفة، والمركز الخامس وصول من عالي من هجن الرئاسة. هكذا كانت الانطلاقة، وهكذا أيضا التوقيت الزمني 7:30 أيضا و80 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن زعبيل المملوكة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، لك التحية. من وصل ثانيا 7:32 34 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي، من قدم لنا مليح. المركز الثالث كان الوصول من الريان 7:33 جزءا و33 ثانية 60 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، والتهنية للعملاق سلطان بن محمد الوهيبي. هكذا إذا عشاق من هجن زعبيل المملوكة لسمو الشيخ